لسه ما خلص، هالعشاء لسه ما خلص سرحات. انت ما متت. زمرد، 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 خلاص ما بدي اسمع صوتك. حضرة الشرطي، أنا مرت عباس ديميركان، رجاءً أعطيني خبر حلو. في أي خبر عن زوجي؟ هو عايش؟ لا تؤاخذيني، أنا ما بعرف ابنه. إذا بتحبي تسألي رئيس القسم المهتم بهذا الملف، اسمه آيهان.
أنت السيد أيهان؟ إيه أنا، تفضلي. طلعت سيارة زوجي من نهر كيزيل إيرماك، في أي خبر عن عباس؟ هو عايش، بترجاك خبرني أي شيء. للأسف لسه ما لقينا أي أثر لهلأ، نحن ما منعرف أصلاً إذا كان بيلبس سيارة ولا لا، إذا صار أي تطور نحن منخبره. هو قال إنه رايح على أنطاليا، أكيد صار معه شيء. ونحن عنا أعداء، حضرة المحقق قال أوزقوش، أكيد عملوا شي لزوجي، بترجاك روح لعندهم، يمكن هو محتاج مساعدة، يمكن عم يستنى المساعدة. أنا بتفهم قلقك، بس ما منقدر نعمل أي شي طالما ما معنا دليل. ما في داعي للدليل حضرة المفتش، إذا رحت وسألت أي حد عن عداوتنا مع أوزقوش بخبرك بكل التفاصيل. طيب أنت لا تقلقي، نحن منحسب كل الاحتمالات، إذا لقينا أي شي منخبرك. بترجاك ساعدني. شو يعني ما قدرتوا توصلوا لسرحات؟ بدكن توصلوا له، عم تفهموا شو قلتلكن؟ عمو لسرحات مفقود، بتقلبوا الدنيا وبتلاقولي اياه، بدكن تقلبوا كل الضيعة وتدورولي عولادي، عم تفهموا؟ تحركوا يلا. وينك يا سرحات؟ يا ربي دخيلك، وينك يا سرحات؟ بترجاك اطلع وتعال، بترجاك يا سرحات، بترجاك اطلع وتعال، بترجاك، وينك يا ابني؟ عباس، عباس مانو موجود معنا كمان، عباس مانو موجود وضايع، شو بدي ساوي؟ شو بدي ساوي يا ربي دخيلك؟ شو بدي ساوي؟ نفجهان؟ ونفجهان بالمخفر، لازم اتصل فيها. ألو أمي، شو صار نفجحان؟ في شي خبر عن عباس؟ قدروا يلاقوا أي أثر؟ ما في لا خبر ولا غيره أمي. شو بدهم يقولوا؟ قلت لهم روحوا على بيت أوزقوش، هنن يلي عملوا هيك، بيقولوا لي ما فينا نعمل أي شي إذا ما معنا دليل. وسرحات ما أنه موجود كمان؟ أكيد هنن عملوا شي، أكيد عائلة أوزقوش هنن عملوا شي. أمي شو بدنا نعمل؟ هيك بدنا نضل ايدينا مربطين؟ الرجال عم يقلبوا كل الضيعة ويدوروا عليهم، بس يلاقوهن ويجيبوهن. إذا ما هديت هذا القصر فوق روسهم ما بكون عظيمة، عم تفهمي؟ ما بكون عظيمة. يا رب تساعدنا، يا رب. سرحات ما أنه موجود، لو كان موجود هون كان أكيد ساعدنا. يا ربي دخيلك. اهدي 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 يا عظيم، دخيلك. أنا بترجع. طيب يا ستي، شو بدي أعمل هلأ؟ شو شو؟ اهدي اهدي يا ستي، نينون مالهم هون، شو أعمل؟ شو أعمل؟ قولوا لي شو أعمل. أختي حبيبتي، نفذنا كل أوامرك مثل ما بدك يا أمي، انتهينا من عباس وسرحات وما ضل شيء اسمه عيلة ديميركان. تتعافى اختي، قدرت وما بدي شيء تاني بنوب.
أمي وسوهاندان. شو حيصير بسوهاندان؟ حتنفذوا الأوامر فيها كمان؟ لما كنت صغيرة كان جدي يحكي لي القصة نفسها على طول، قصة العنقاء زمرد. لما يحس طائر العنقاء إنه رح يموت بيبني لحاله عش من أغصان الشجر اليابسة وبيستنى الموت جواته لحتى تطلع الشمس بكل عظمتها وتحرق هاي الأغصان اليابسة. بيموت العنقاء وهو عم يحترق بالعش يلي بناه. بعد هيك بيولد من رماده من جديد. يا ابن أخي المميز، أهلين فيك بحياتك الجديدة يا ابن أخي. هذا الشيء ما بيكون من نصيب كل عبد. حتى الموت ما رح يحسن يفرقنا بعد اليوم. حتى لو متت أنا ما رح روح من حدك، ما رح أتخلى عنك. أنا خسرتك قبل بمرة، ما عاد أخسرك مرة تانية. كيف لقيتني عمي؟ ابن أخي، أنت قلي كيف نفدت؟ والله قلي كيف ضليت عايش؟ هي مغامرة كتير كبيرة، إذا حكيت لك صدقني حيطير عقلك، عقلك حيطير. طيب لك أن خبرني. ابن أخي، أساساً قتل محلات الشر هي من ضمن مجال اختصاصاتي أنا، يعني عملت خطة عجيبة صدقني، عملت خطة ما بتخطر ببال حدا. بدك تخبرني بهذا الشي عمي؟ ابن أخي، أخدوني على مكان معزول. يلا أوصوا على هذا الرأس كمان ورموه بكيزي الأرماك. وقف وقف وقف.
اوعى كنت تفكروا تحاولوا تعملوا اي شيء باذني. عم يحاول انه يحكي شيء. صرخ قد ما بدك، ما حدا رح يقدر يسمعك هون. انا متاكد حيسمعوني. املي هي عن تمي لحتى اعرف احكي مثل الخلق. شيلها عن تمه. الحمد لله، الف الحمد لله. طلع فيني، اسمح لي اتوضا قبل ما اروح على القبر. الله يوفقك لو سمحت. لما وقف قدام الله بيوم من الايام اذا سالني ليش اجيت لهون، حقول انه ما سمحتوا لي اتوضا قبل ما اجي لعندك. هذا الشيء اللي راح اقول له اياه. اساسا انا عندي 100,000 ذنب كمان بتضل عليكم انتم، ما بتقدروا تطلعوا من جهنم لستين سنه صدقوني. يلا بترجعكم في كله ايديه وخليه يتوضا. يا رب الله الله يرضى عليك ألف مرة. يلا يلا بسم الله. على الأقل لا تحمل هسلاح مشان أحسن أتوضى منيح، وإلا ما حتنقبل أدعيتي كلياتها. شكرا يا الله. هلا إذا مسحت بيمشي الحال. لك الله يحرقكم كلكم. ابن أخي صدقني أنا ما عم بالغ كتير بالقصة، كانوا 15 شخص على القليلة، وأساسا راسي 10 ضربتهم براسي ووقعتهم على الأرض وضغطت عليهم. شو قالوا يا حزرك؟ واحد منهم قال لا تضرب لا تضرب، والتاني عم بيقول، والتالت عم بيقول سامحني يا أخي. الله يخليك سامحنا، خلص ما بقى نعيدها أبدا. أساسا ما عاد نسترجي نقرب عليك. عمي لا تخبرني، بكفي. بس قلي كيف لقيتني، هات لشوف. شوف وهي قصة مغامرة تانية، والله لو كانت مسلسل لنجحت. عمي حفوت بالموضوع فورا. شو هالمكان هاد؟ شو هاد؟ شو هاد اللي هنيك؟ يا ترى مين هدول؟ يا لطيف، أميز ولاد الأخ، خطفوا سرحات كمان. والله لا أحرقكن كلياتكن. ابن أخي شفتن وهن جايبينك كمان ومددوك هون، فورا حطيت خطة ما بتخطر ببال الشيطان صدقني لحتى أنقذك. استنيتن ونصبت كمين، هنن رموا التراب ودفنوك واستنيتن لبعد وراحوا. بعدين لما راحوا جيت جبت المجرفة وحفرت وضربت وحفرت. طلعت ولا هذا أنت؟ جيت عايدي، لا تواخذني سرحات، ضليت بلا نفس شوي لحتى أنقذك، والحمد لله أنقذتك أخيرا. أهم شي هلأ أنك أنت بخير وواقف قدامي يا ابن أخي، يا ابن أخي المميز. أنت لازم أنقذك، كنت أنا ما بتركك لحالك صدقني. ما حأنسى معروفك هذا أبدا عمي، صار لك دين برقبتي. ايه بس هدول ولاد الكلب حيقطعوا لنا نسلنا، لازم نلاقي حل لهذا الشيء يا ابن اخي صدقني، لازم نلاقي حل فورا كمان. لا تاكل هم عمي، اكيد نحن رح نحاسبهم وما رح نخليهم يفدوا، رح نحاسبهم واحد واحد على عملتهم. ايه منيح. شو حيصير بسوهندان يا ابن اخي؟ لا تخاف، انا رح افكر بشغلي مشانه. منيح منيح، خلينا ننظف الطين من علينا لكان. يلا يلا. شو عم تعمل الدكتورة لهلا جوا؟ ليش ما عم تقلنا شي؟ دكتورة ما في شي حدا من عباد الله يخبرنا اي شي؟ الدكتورة جاية بعد شوي. دكتورة ليش ما عم تخبرينا شي لهلا؟ اهدي حتى ما تسوق حالتك انتي كمان. صدقوني كنت حابة كتير انه خبركن خبر حلو، بس للأسف قدرة خانة ومانا بخير. شو عم تقولي انتي دكتورة؟ يعني اختي ما رح تتعافى؟
يا رب تساعدنا يا رب دخيلك يا رب بترجاك يا رب تساعدنا يا رب يا رب دخيلك أمي أنا خايفة يكونوا بيت أوزقوش عملوا شي لسرحات وعباس. افتحي تمك بالخير نفجحان، افتحي تمك بالخير، ما بيصير هيك. رجالي عم يقلبوا كل الضياع عليهم، إذا بيلمسوا عيل أو بيساووا أي شيء لأولادي ما رح خليهم يعيشوا. أنا بخنقهم بخنقهم خنق وما بخليهم يعيشوا طول عمرهم. أنا بقتلهم بإيدي وما بخلي حدا منهم على وش الأرض. أمي سهاندان كمان عندهم، ما رح يعملوا فيها شي مو هيك؟ اسكتي يا نفجهان اسكتي بقى، ما حيصير شي لأي حدا فيهن ورح يفوتوا من هذا الباب مثل الأسود. عظيمي خانم لا تواخذيني، يعني شوفي عم قول لحالي ما أحكي، بس ما عاد فيني اتحمل أبدا، ما حدا رح يفوت من هالباب ونحن قاعدين عم نستنى هيك. خلينا نروح على الشرطة ونخبرن، خلينا نروح على بيت أزقوش ونقلن أو نعملنا شي شغلة. روحي من وشي، صرتي خايفة هلأ وعم تتوجعي على العباس وسرحات، هذا اللي ناقص. ايه صرت خايفة عليهم. شوفي زمرد مفقودة كمان، أنا أم مثل ما أنت بتزعلي على أولادك أنا كمان نفس الشي بزعل على بنتي، شو الفرق يعني؟ شوفي إذا أنتم مرايحين أنا بدي روح وقلب الضيعة كلها يا تولاي صهري وبنتي، بكفي بقى قاعدين بس هيك عم نستنى. بنتي وين كنتي يا عمري؟ زمرد والله متنا من الخوف عليكي، وين كن انتو يا عمري؟ انتي تقبري قلبي، خفت كتير عليكي. شو صار؟ ليش عم تسألوا؟ وينو سرحات؟ سرحات وعباس مانن موجودين هون، عندك علم بشي زمرد؟ لا ما عندي علم. شو الموضوع؟ صار شي لسرحات؟ صار شي لسرحات؟ قولوا. يا ربي يا رب ما يصير شي لست قدرات اليوم، بترجاك يا الله ما يصير شي لست قدرات. شو عم يصير؟ امشي. لا تعملي هيك بترجلك. عمل لك امشي 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 بسرعة يلا. لوين أخذتيني؟ بترجاكي لا تعملي لي شي، بترجاكي لا تتبعديني عن أهلي. تعالي وشوفي شو صار بسببك، تعالي امشي امشي وشوفي. شوفي هذا كله بسببك، انت اللي عملتي هذا الشيء، شايفه؟ انا ما عملت شيء ابدا، صدقوني انا ما عملت شيء، صدقوني ما دخلني والله العظيم صدقوني. صار معها شلل بسببك، هي حضل على هذا السرير طول حياتها بسببك. صدقوني هذا مو ذنبي والله العظيم، انا ما دخلني. خلصي. طلعي على هي المرة منيح. قلت لك اطلعي. هي المرة بتكون اختي. انت بتعرفي شو يعني اخت؟ كانت جنبي ببيت ابي وببيت الغريب كمان، خليتينا نعيش هذا الوجع. انت وصلتي اختي لهالحالة. هلا انت بدك تعتني فيها طول عمرك. وانتو شاهدين كمان، هي الخبيثة هي اللي بدها تعتني باختي من هون وطالع، هي اللي بدها ترعاها بشكل كامل. Ha ha ha!
انت ما كنتي مع سرحات؟ جاوبيني، قولي الحقيقة، سرحات وينه؟ شو عملتي لسرحات؟ عظيمة خانم، شو يعني ممكن أعمل بسرحات؟ نحنا كنا سوا وهو بعدها راح وما بعرف لوين. زمرد، إذا كنتي بتعرفي شي احكي. شوفي عباس معنه موجود كمان، بلكي صار معهم شي. خلاص لا تضغطوا عليها للبنت، شوفوا شو عم بتقول، شوفوا ما هي مصدومة كمان، مو ملاحظين؟ من لما رجلك فاتت على هذا القصر جبتي معك اللقم والشؤم، جبتي لنا معك المصايب والموت. طالما ما بتعرفوا وينه، لموا اغراضكم واطلعوا روحوا من هذا القصر. يلا تحركوا يلا. ما رح نروح على مكان سرحات، بس هو اللي بيقدر يبعدنا من هالقصر مو انتي. ما بتحرك قبل ما يجي سرحات لهون. يا أم عيون الشيطان، لا تطلعي فيني هيك، عن جد بخاف من عيونك. لك انتو مثل الحشرات، مجرد حشرات، وعم تمصوا دمنا شوي شوي وما بتخجلوا عحالكن. بكفي بقى، ليكي ما رح اعتبر انك بتقربيني، والله بضربك كف بلزقك بالارض، ومن بعدها يقولوا انه انا ضربت قرايبتي، مو فارقة عندي. مين بتكوني حتى تردي علي هيك يا تافهة؟ مين بتكوني ها؟ أنا بساويكي ممسحة قدام باب القصر، ممسحة وبزيادة عليكي. اساويني ممسحة لحتى ورجيكي قيمتك أنا. أخيراً إجوا سرحات وعباس. آه يا بيتي الحلو، مرتي ابني الحمد لله، يا حلوين حبيباتي كلياتكن. ابني والله كتير اشتقت لكم كتير. أخ يا حبيباتي أنتو، يا حبيبات قلبي. أنت منيح سرحات؟ قصة طويلة يا ابني. وين كنتوا لهلأ؟ لا تأكلي. شو صاير فيكن؟ ليش هيك حالتكن؟ متنا وعشنا من الخوف عليكن ساعات وأنتوا مانكن موجودين. أعطيني يا أمي، خليني بوس إيدك. صدقيني يا أمي، نحن ما متنا من القلق، بس كانوا بيت أوزغوش على شوي حيكبوا الأسيد فوقنا، أنقذنا أرواحنا بصعوبة. وأنا كتر خير عمي أنقذني، ما بقدر وفيك حقك. لا يا سرحات، هذا أحسن أولاد الأخ، صار هالشي بفضلك أنت، والله بفضلك أنت، وبطل أولاد الأخ كمان، نحن جنود عند سرحات، جنود عندك، نحن كلياتنا بأمرتك أنت يا سرحات. فطنا وهنا مكان فطنا فاضي، معقول ما خافت علينا؟ ما قلت أبدا إذا بنتنا ولا لساتنا عايشين؟ بصراحة هي عندها حدا من معارفها وراحت لتزورن. قلتي عندها معارف؟ أختي بترجاكي ساعديني، ما عندي مكان تاني روح عليه، أهل العباس قلعوني من القصر. شو يعني قلعوكي؟ ما مشي حالك زبط الحمل يعني؟ لا يا أختي، حمل شو؟ ما مرقت عليهم. أنت شو صار معك؟ في شي خبر؟ لا يا الله، رستم ما عم يتصل ولا عم يسأل. فوتي فوتي يلا بلا ما تبردي هون. يلا الله يخلي لياك يا أختي. الحمد لله. عباس خفت كتير يكون صاير لك شي، لسه إيدي ورجلي عم يرشفوا. لا يا نفجيهان، أنا بخير الحمد لله، شوفني ليكني حدك هلا. تمام تمام. عباس. نعم يا وردتي. لازم إلك شي مهم كتير ولازم تعرفه، يعني ما فيني خبي عنك أكتر من هيك. نفجيهان ريحيلي بالي بترجاكي، خليني اتحمم ونام منيح، متت وخلصت، دبت وصرت رماد، خلصيني خليني ارتاح هلا. خلص بعدين منحكي قد ما بدك. بس أنا لازم خبرك بهالموضوع. كان لازم إنه خبرك هالخبر الحلو. Thank you.
أكيد أنت تعبان، خليني اليوم أغسل لك. ما في داعي. قلت لك لا عاد تجي لهون. أنا مكاني جنبك أنت. قد ما حكيت أنا ما رح أروح من هون. Bahsetme kimselere
aramızda kalsın. Sığmadık şiirlere, şiirlere taştık. Unutmadım yine, bir büyüklük bende kaldı. Ah kaderler, kırıldılar sana bu gece. Bahsetme kimselere, yaramızda kalsın. Sığmadık şehirlere, şiirlere taştık. Unutmadım yine, bir büyüklük bende kaldı. Ah kaderler, kırıldılar sana bu gece. كل شي بتحتاجه أختك صار جاهز يا ست نيسا، كل شي مثل ما طلبتي. حتنفتح لك غرفة بالقصر وحتتلبى كل احتياجاتك. بتفحصي أختي بشكل مستمر وبتضلي عم تعالجيها هون مثل ما بتحبي يا ست نيسا. بس رعاية قدرة خانم صعبة وتقيلة كتير، بتقدروا تعملوا هاد الشي؟ أنتي لا تخافي بخصوص هالموضوع، في شخص هون رح يهتم فيها ويرعاها ليل ونهار. انتي بكفي انك تقولي لي اذا اختي حتقوم ولا لا. قلت لك من قبل كمان يا ست نيسا، الوقت رح يوضح لنا هالشي. ومع اختي رح تمشي من جديد يا دكتوره، لانها اقوى مره بهالبلد وبهي الارض كمان، والا رح خلي النفس اللي عم يتنفسوه والاكل اللي عم ياكلوه وحتى نقطه المي سم لالن. تعالي امشي، يلا امشي، عرفتي؟ طلعي، شايفة اختي؟ شايفة بأي حالة هي؟ من اليوم ورايح انتي يلي رح تطعميها لأختي ورح تغذيها كل يوم وتنظفيها كمان، وانتي رح تكوني مسؤولة عن كل شيء. وإذا حسيت بأقل كسل منك، إذا حسيت بأقل تقصير منك، ولا حسيت بأقل نشافة بوشك، ولا تعاملتي معه بأي أسلوب ما بيناسبها أو بيقلل من قيمتها، والله لقتلك. فهمتي؟ بقتلك، بقتلك. وهلأ نطفي رجلين اختي ونشفيهن. يا خانم في أخبار مانا حلوة كتير. في شي يا خانم، في شي صار. شو صار احكيه، فوت بالموضوع دغري. سرحات وعباس اثنيناتهم نفدوا. نفدوا؟ كيف نفدوا؟ عباس خلص على اثنين بالنهر، ولما راحوا الرجال على القبر لقوا فاضي. كيف بيهربوا منكن أخبياء؟ بكفي خلاص، مو وقت هالشي هلأ. بما أنه اثنيناتهم نفدوا رح يعملوا هجمة مرتدة، ولازم نكون مستعدين. إذا اضطر الأمر زيدوا الحراس، جيبوا رجال من ماردين، ما في طير يطير فوق هالبيت هاد. سمعت؟ سمعت؟ يلا نقلع. وانت روحوا حل موضوع إحسان، يلا. رح حلو. سرحات دي ملكان.
هلا نشوف انت اقوى ولا نحن اقوى. اذا كنت رح تجي فنحن هون. اه برافو يا وردتي. خليه يكون خفيف شوي معلي. تسلمي. شكرا. صباح الخير. صباح الخير يا نفجهان. روعت العالم نفجهان. بتعرفي يا نفجهان لازم ياكل البني آدم. أكله وكأنه يوم الأخير يا نفجهان. والله برجع بفهمك شو بقصد. صحة وعافية. عم تاكل وكأنك طالع من مجاعة. أنت لو عرفتي بس أنا من وين طلعت، ولو عرفتي كمان مين طلعت من تحت التراب ومع مين تخانقت أنا، رح قلك وما حد صدقي أبدا. على كل حال حتى لو خبرتك هلأ شو حيصير يعني؟ عباس كنت تعبان كتير ليلة مبارح وما قدرنا نحكي. بما أنه مزاجك هلأ منيح خليني إلك الشي المهم يلي كنت بدي إلك إياه. نفجهان بوجود الزبدة والعسل. ليكي بوجود الزبدة والقشطة والعسل اللي موجودين قدامي هلأ على الطاولة، شو اللي ممكن يكون أهم بالنسبة لإلك؟ قليلي شو هو المهم. بكفي عباس. شوف أنت بلشت ترجع تجرحني. عم قلك بدي خبرك خبر منيح وأنت ما عم تسأل شو يلي بدي قلك يا. طيب من وين بتعرف؟ بلكي بدي خبرك خبر مهم بحياتك. حلفي. صباح الخير. صباح الخير يا أمي. لحظة أنا حاسحب لك كرسيتك. لحظة تعالي يا جبل الأمهات. تفضلي تفضلي يا هملايا الأمهات. أنت تفضلي أهلا وسهلا فيكي يا أمي شرفتينا. صباح الخير. صباح الخير يا لطيف. صباح الخير يا عائلتي الغالية كلكن. أنتوا صباح الخير. عباس مزاجك رايق كتير اليوم. أمي أنا بحلف لك أنه الحياة حلوة كتير يا أمي، لازم الواحد يستمتع فيها. صباح الخير. صباح الخير. أمي يا زولاد الأخ أكتر الكناين جمال. صباح الخير ابن أخي. خود كل هاي. شوف عن جد مثل ما عم قلك أنت بحاجة للبروتين. خود كل هاي. خود خلي البروتين ينتشر بكل جسمك لينقسم للحمض الأميني ليروح ويتوزع على خلايا، وخلي كتافك يكبروا شوي معلش هيك أحسن لك. أنت لازم تستخدم هذا الشيء. يا ربي دخيلك العم وابن الأخ عم يحكوا مع بعضهم وهن متفاهمين. قدي هالحكي حلو قدي فرحتوني. هذا الشيء بيليق بقصرنا وهاي الخلافات ما بتلبق لنا. الحمد لله أنه خلصنا منها. الله يسامحك يا أمي. خلاف شو هاد؟ ما صار خلاف بيني وبين ابن أخي أبداً ولا حيصير أساساً. مستحيل كوني رئيس هاي العيلة. حطيت خطة للسلام الدائم ومشيت على آتي بهذا السلام. أساساً عملت كل هالشي بفضل هالشغلة وحيصير هيك من هلأ وطالع، وهذا هو هدف الأساسي. صدقوني عم أسعى لتطوير هاي العيلة ورح تشوفوا هالشي بعينكن. في شغلات لازم نحكي فيها. إذا خلصت فصول العيلة السعيدة نحسن نفوت بالمواضيع الجدية لأنه ما عاد في معنا وقت. شوفي شوفي على هالحالة هي. شوفي ليكي قاعدين بقصر طويل عريض اللي بنتي الحبيبة قلبي كنا إلن ونحن وين؟ آخ قاعدين على طاولة المطبخ وعم نفطر هون وهن نهنيك. استغفرك يا ربي. والله إذا بشتكي لصهري سرحات شو بيعمل؟ بقعد نهنيك على طاولتهم بحطنا بالصدر. بس أنا ما بدي أعمل مشاكل. خليني ساكتة. أنا عطيت هذا المكان بنتي الحلوة كتير لك. إذا بتجيب لهم ولد أو بنت طلعوا مثل القمار. بس شو بدنا نحكي؟ على كل حال إلا ما تدور الدنيا والزمن يتعدل وقتها بنتي هي اللي رح تصير صاحبة هذا القصر كلياته، ونحن وقتها منجي ومنقعد براحتنا. شفتي الصالون يا بنت إذا ناقصه شي ولا لا؟ مو ناقص شي يا أمي، حطيت لهم كل شي. إيه ناقص يا بنتي ناقص. نحن ناقصين. ناقصنا نقعد على هديك الطاولة مو هون بهالمكان هاد بالمطبخ. قال يا دونا شو هاد يا بنت؟ ما في غير هالصحن. جيبي لك صحن من كل صنف بدك تحطيه على طاولته هنيك، وجيبي لنا شوية ورد حطيهم على هالطاولة. بكفي يا أختي ألفت. عم تحكي من أول ما قعدتي لك أكلتي رأسنا.
إذا بدك تاكلي فروحي كلي، وإذا ما بدك تاكلي أمي روحي من هون. لك وجعتي لي راسي. لا لا يا بنتي، مو شايفه شو بدنا نعمل؟ يعني بدنا ناكل، خلص انت كمان كلي معنا يا بنت. ليكي بنتي، الواحد لازم يحلم ويتطور على طول احسن ما يضل عايش بالعصر الحجري. ما بصير نحنا ما عنا شغله غير نقعد على هاي الكراسي وناكل بس كل النهار. يلا فطور وغدا وعشاء. لك هدول عبيد ما بيعرفوا يفكروا غير بهيك شغلات. لك انت شو عم بتقولي يا امي؟ من وين رح يفهموا؟ هدول خدم. شو عم تقولي انت؟ احكي باحترام. وشو بدكم تعملوا إذا ما حكيت؟ طلعوا فيني، تفاهموا معنا منيح أحسن ما تكون آخرتكم مثل فاطمة. لك هاي مديرة يا بنت، أنت ما لازم تحكي بهالطريقة. بكفي بقى، بكفي، كملوا أكلكم واسكتوا. هلا رح اسكتوا مرة. مثل ما بتعرفوا كلكم، عائلة أوزقوش نقضوا الاتفاق. من هون وطالع لما تطلعوا من القصر كلياتكم بتخبروا بعض وما بتعملوا شي بدون ما تعطوا خبر. طيب في شغلات تانية ما بنعرفها يا سرحات؟ ستي لازم ندير بالنا، بدنا ندير بالنا بكل خطوة بنعملها. بناء على هالشي انتو رح تحموا هذا القصر باعتباركم حراس هذا القصر اللي مستحيل ينهزمه، وانا وامن اخي منحل شغلنا اللي برا. صدقوني حنحل هاي المشاكل كلها واحدة ورا التانية. لا تحرمونا من ادعيتكم اهم شي. بهي الطريقة الله رح يوفقنا كلنا. وانتي رح تضلي هون مع عائلتك، ما رح تروحوا على مكان. يعني ما عم تبالغوا شوي يا ابني؟ شو الداعي لكل هذا القلق؟ ستي قلت لك نقضوا الاتفاق بيننا، يعني رح يكونوا عدوانيين أكثر من هلا وطالع، وما رح يوقفوا لياخذوا انتقامهم. لهيك لازم نكون مع بعضنا على طول. سرحات كل شي منيح حبيبي؟ بتمنى الكل يكونوا فهموا الشغلات يلي حكيتها. أنا لازم روح على الشركة. ابن أخي نحن لازم نلتزم بخطتنا ولازم ننتقم كمان. عمي أنت وقف، وقف وبس. أنت وقف كمان، أنا عم أحكي لحط خطة على هذا الأساس. رح تعرفوا اللي حنعمله عن قريب. صحتين وهنا. يا ربي دخيلك، شو هالحكي هاد؟ شو نحن عم نصور فيلم؟ هذا الشيء بده خطة واحدة وبس. دائماً غموض، دائماً حالات غامضة، شو هالحكي هاد؟ ما بصير. وبعد هيك هالمرة قلعتني نفجيهان، ولا واحد منهم قال لي لا تروحي من القصر أو خليكي لوين بدك تروحي. بس الحق علي، أنا صدقت لهالحقير عباس. لو وقف معي ما كان حدا استرجى منهم يعاملني هيك. الله يعطيهم كلهم يلي بيستاهلوا. شو بدي أقول لك؟ شو بدي أقول؟ راح شبابي بهداك القصر، راح شبابي أختي. شو في حالتي أنا الغلطانة؟ فاطمة روحي خلص، لا بقى تعملي هيك. لا يا أختي، أنت ما شفتي شي، ما شفتي كيف صاروا يهجموا علي. لك ضليت بيناتهم، صاروا يضربوني وصار راسي بالأرض. ما حسنت ساوي شي، صدقيني خجلت كتير، حطوا راسي بالأرض. طيب خلص حاش تبكي، هي ما أنا المرة الأولى ولا رح تكون الأخيرة. هدفنا واضح، التكبر أخطر شي بالنسبة لإلنا، وإلا رح نضل اتنيناتنا جوعانين. تعرفي قديش تعبنا لحتى توصلي أنتي وعباس لهي الحالة، مو هيك؟ صرفنا كتير جهد، بدك تخليه روح كله على الفاضي؟ لا ما رح اسمح لك. طيب شو بدي أعمل أختي؟ شو فيني ساوي؟ لسه عم قلك قلعوني، هو عم أتصل بعباس ما عم بيرد علي، كل ما احتجته لهالرجال بيروح وبيختفي تحت الأرض. يا ربي كيف بدي أرجع؟ كيف بدي أرجع على هداك القصر؟ لا تاكلي هم، أختك نزاكت رح تفكر بشي مشانك. يلا أنتي حاش تبكي وهدي حالك، بكرة بيتجعد وشك وبتصيري بشعة وما حدا بيطلع فيكي. وقفي أختي لا تحكي هيك، عندي بس هالوجه لا سمح الله، ما بدي إياه يجعد. يا بنت شو حيصير برستهم؟ شوفي لقلك هالرجال حيصير غني كتير. ها صار من قرايب قصر ديميركان الكبير، وكمان بدي منك تفرقي عن هاي المرة يلي اسمها ألفت. هاي المرة من أي نوع يا؟ شوفيها قديش حية، لك إن شاء الله بتحترق روحها وبيتكسر بيتها هالمرة فوق راسها. إن شاء الله كل شي عملته فيني بتلاقيه قدامها. رح يجي وقتها هي كمان يا حبيبتي، رح يجي وقتها، طولي بالك.